النصايح الطبية وهدايا فيتامين مستمرة. مرحبا، رمضان كريم، كيفك؟ شو الأخبار؟ فاجأناكي كأنه. لا هيك ولا هيك، بس على الخفيف يعني، أحيانا بنفخ. لا مو أرجل، ما علقنا فيه. آمين يا رب. وقت تشتري باكيت الدخان، شو العبارة اللي بنشوفها على الباكيت؟ التدخين يسبب أمراض السرطان. سمعتوا؟ خالص. يمكن ما في بيت ما بيخلو من مدخن واحد على الأقل، والحقيقة أنه معظمنا بيعرفها ولكن منحاول نتجاهلها. التدخين يسبب الموت، عبارة منشوفها حتى على باكيت الدخان وما حدا بيكترث فيها. وعلى فكرة السيجارة الواحدة فقط بتحتوي على أكثر من 4800 نوع مختلف من المواد الكيميائية. التدخين بيخلي لون الشعر يتحول من لونه الطبيعي للون الرمادي بشكل أسرع، والتدخين بيخلينا معرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 400% أكثر من غير المدخنين. وبحسب العلماء التدخين بيأثر على خصوبة الرجل وحتى المرأة، وممكن توصل للعقم. رمضان كريم. علينا وعليكي. آمين يا رب. كيفك بالمعلومات الطبية؟ والله ماشي الحال. مدخن حضرتك؟ ايه. مدخن؟ لا مو أرجيل. يعني التدخين غير الأرجيلة، هلا بنفهم. طبعا لا، نحن بالسياسة التدخين والأرجيلة كل شيء لحال. برأيك هلا الدخان ولا الأرجيلة مو هو نفس الشيء يعني؟ هلا هو كل شيء له أضراره. هلا التدخين أخف ضرر من الأرجيلة طبعا، هذا الشيء حق يقال يعني مثل ما بيقولوا، بس أرجيلة بحبها يعني. مدخن السلبي شو المقصود فيه؟ هلا التدخين السلبي بمعنى انه انا كشخص قاعد، انا ما بدخن، كشخص ما بدخن فرضا او ما بارجل او اي مصطلح شو ما كان يكون، قاعد جنب شخص بدخن، فهون انا هذا الشخص يعني عم بخليني شم ريحه الدخان تبعه، فهون ضرر التدخين او استنشاق ريحه الدخان اكثر باضعاف مضاعفه من انه الواحد يدخن او يارجل يعني. يعني لا، هو اللي بيكون ما بيدخن وبيجلس قدامه حدا بيدخن فبيصير ضرر عليه مثله مثل المدخن. قطران، ماده القطران وين موجوده؟ بالدخان، بالسيجاره. بالسيجاره. وين ماده القطران موجوده؟ بالتبغ. بالتبغ يلي هو الدخان. تماما. شكلك تعبانه من الصيام اليوم. الحمد لله. يعطيكي الف عافيه يا رب. سؤالي لك، مدخنة حضرتك؟ لا. حواليكي حدا مدخن؟ أكيد أكيد، يعني هي ما في بيت ما بيخلو من الدخان صاير بهذا الوقت، وهذا الشيء العادي، شو رأيك فيها؟ لا عادة سيئة، الله هيك يغنينا عنها. آمين يا رب. حضرتك إيه؟ مدخنة؟ لا ما مدخن. ما بتعرفي حدا مدخن؟ في عندي من قريبي. شو عم تقلي؟ أمك لا. عم تجاوب عن أمك؟ شكله ما بيحب الدخان. وأول شو هو؟ الله يعلقنا فيه. امين يا رب. حلو انه انت حضرتك وصغير عم تقول الله يعلقنا فيه. بدك تدخن بالمستقبل؟ لا. اوعك اوعك. ننصح الناس ما يدخنوا. اي طبعا اكيد بننصح الناس ما يدخنوا. التدخين يعتبر من احد المسببات الرئيسيه لاي نوع من انواع السرطانات. سرطان الرئه و الشرايين، تسكير الشرايين الالم. تدخين الدخان وين بينزل دغري؟ الرئتين. سرطان الرئه. سرطان. شو كمان؟ وين بيمر؟ بيمر على القلب. لا مو بيمر على، وين كمان بينزل؟ الحنجره. سرطان القلب، سرطان الحنجره، سرطان وسرطان الرئه. الامراض السرطانيه، سرطان الدم، سرطان القلب، لكل شيء يعني، لكل انواع السرطان. الرئتين كمان، الشرايين. شو هو؟ الرئتين والشرايين كمان. شكله شاطر بماده العلوم. اي صف؟ واصل للثامن يعني، مو كثير كمان. اي لا بس انه عندك معلومات منيحه. حلوه حلوه هيك الاطلاع من الكبير والصغير. اي تمام. طيب معرفه حلوه. اي الحمد لله. المدخنين هن أكثر عرضة للإصابة بالخرف والشيخوخة، صح أم غلط؟ هلا يمكن الشيخوخة إيه معقولة، بس الخرف ما بتوقع. ليش ما بتتوقعي؟ لأنه شو دخل الخرف؟ إيه ما بيأثر على الجملة العصبية. هو كله ضار، التدخين والأرجيلة كله ضار، يمكن كله له تأثير على الصحة وهو أضراره كبيرة. صحيح. شهر رمضان المبارك وسيلة للتخلص من العادات السيئة ومنها التدخين. فتدخين بيأثر على جميع أعضاء الجسم وبيسبب الوفاة المبكرة. شو نصيحة الطبيب بشهر رمضان؟ منتابع سوا. رمضان كريم. التدخين هو عبارة عن سم بيتراكم بالجسم بشكل متكرر وبشكل تراكمي، وبيؤدي إلى حدوث أمراض متعددة مثل أمراض
الرئة يلي هي عبارة عن داء الرئوي الانسدادي المزمن، أو أمراض قلبية أو أمراض وعائية وأمراض كثيرة وخاصة الأورام بكافة أنواعها. خلينا نتخذ من رمضان فرصة لحتى نقدر نخفف من التدخين بشكل تدريجي ونبطل ندخن أو نوصل لمرحلة الإقلاع عن التدخين. خلينا نتخذ منه فرصة لحتى نرجع نعيش برئتين نضاف ورمضان كريم. الإجابة الصحيحة مع فيتامين هي هديتنا. كون عندك إجابة صحيحة عن نص السؤال الأول نص السؤال الثاني، شامبو هيربي بيقول لك رمضان كريم. شكراً لكم. شكراً. شركة فيتا لايت بتقول لك رمضان كريم. شكراً على الكل يا رب، ينعاد على الكل وعلى الشركة. شكراً. شركة شامي بتقول لك ألف مبروك. شكراً لك. شكراً. يا. تفضل. شكراً كلك ذوق. شامبو هيربي بيقول لك رمضان كريم. علينا وعليك. شكراً. تفضل. يسلموا. مركز كنتك بيقول لك رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكي، شرفنا بمعرفتك. وانا اكثر. تفضلي. يسلموا. شكرا. شامبو هيربي بيقول لك رمضان كريم. شكرا حبيبتي. شكرا. رمضان الله اكرم. شكرا. يسلموا. شكرا.